مرحبا بكم ساعه قبل كل شيء. نحن موجودين هنا في مركز نتاع الشرطه البيئيه بلديه تونس، وبزركم انتم اللي فما حمله، وان شاء الله تواكبوا الحمله معنا وتشوفوا العمل نتاع الشرطه البيئيه. وانا من الميكرو نتاعكم انتم هذا نحب نوصل ميساج خاصه للمجتمع المدني اللي يحبوا يعرفوا خدمه الشرطه البيئيه شنو هي. خدمتها معروفه عند الناس كله، هو القانون عدد 30 وامر عدد 433. هذا القانون فيه ترتيب حفظ الصحه وفيه النظافه العامه. نحن بقدرة ربي كل يوم باش تشوفوا الخدمه نتاعنا، وان شاء الله نكونوا موافقين بوجودكم ان شاء الله. اليوم عندنا حملة على مجموعة من المخالفات اللي يقع فيها تحرير محاضر وربما حجز، اللي هي مثلا كما الاحتلال المفرط فيه للرصيف، والقاء الفضلات العشوائي، والقاء فضلات العجنة، القاء فضلات الأتربة في أماكن غير مرخص فيها من طرف الجماعات المحلية، عدم احترام شروط حفظ الصحة. هذا عمل يوم تقوم به الشرطة البيئية. وثق لي بالله زميل، وثق لي هذايا، وثق لي الوحده هذه عشان تقتفي. انا ما صابيتش. تابع شكون انت؟ تابع شكون انت؟ علاش موخر هنا؟ علاش موخر؟ معدي في الماء. انا ماء، وين الماء؟ الماء صبوا غادي، صبوا لهنا تو كلام هذا. بالنسبه لنا نحن الكاميون هذايا على ذمتنا نحن تو. ما صابيتش. افهمني، عايش خويا، عايش خويا، عايش شيف بارك، عايش لي اي حاجه. بالنسبه لنا نحن هيك اخزريتو. عايش خويا. اي شيف. بنزوز، ها كهرباء بنزوز، هاكا واضحة ديجا. هذايا يابس، هذايا جديد، اخزر لي باش يبدا واضح توثيق. هذايا اخزر، هذايا قديم، ديجا قاعدين يصبوا هما لهنا، مش لأول مرة هذايا. شوف الملكية العامة، هذايا ملكية ما كنت كاريها، شوف الملكية العامة، شوف الوحدة. اخزروا الماشين. باهي اخزر. بالنسبة لنا نحن الكمين، بطاقة تعريف وكارت غريز الفورية. الهدف نتاعنا هو في بيئة سليمة، بيئة سليمة فيش تتمثل. هما عندنا أماكن عمومية ما نجمش نضروهم نحن كي نلقيو في هذا البناء. هذوما طريقة شركات ولا كأماكن يعني كمين خاصة يخدموا على روحهم، ربي معاهم يخدم. أما لكن الاحترام، احترام التدابير البلدية. ولهذا فما تطبيق نتاع قانون، فما إجراءات حاسمة يلزم تكون موجودة. مشكورين العوين الكل اللي ميدانيين قاعدين يباشروا في العمل نتاعهم، قاعدين نرفعوا في خلالات، قاعدين نرفعوا مخالفات. ولهذا فما بعد باش يتم حجزهم في الفوريير وباش نطبقوا عليهم التدابير الاداريه والمخالفات الاداريه. فما معناها نقاط سوداء اللي تمثل مشكل كبير من حيث القاء فواضل البناء، نعينوها كل يوم، ومعناها وكل مره نتحولنا للاماكن هذيا الا ولقينا اخلالات وتم حجز معدات، معناها سورتو الجرارات والا الشاحنات اللي تلقي فواضل البناء في اماكن غير مرخصه. خويا ما تعطلوش. انت راك تدخل في السوق، عمرك ما ريتها معايا. اعطيني بدك تعريف. اعطيني بدك تعريف. اعطيني بدك تعريف. تعمل لك مخالفة. قاعد على روحك. اعطيني بدك تعريف. وين يا بدر؟ تلقى الثورة هذي. أبا. بسيط. كل هذه تهز الاخرى اللي دار واضح غادي. ها ها كلك مين كله وسط البلاد، كل اللي دار، كل هذوما اللي عندك بطاقتهم وكارت غريس نتاعهم كله غادي باش تطبق عليهم الامور الاجراءات الاداريه. الحجز
نتاع الشاحنه الضاغطه، تامينها في الفوريه حتى لين نكملوا الاجراءات اللازمه القانونيه الاداريه، وبعدها هي ما يكمل المحضر المعاينه نتاعو ويعمل له محضر سماع بالتنسيق مع المكتب، هو انه تم المخالفه نتاعو وبعدها هي يتم الوصل نتاعو. شنو الفريت هذاك؟ ما نبهنا عليكم على الفريت هذاك ممنوع. ها؟ جيناكم عامل تالي، فما مرض، فما وباء، ما يجيش سخانة، ما نحكيوش على سخانة. هذيك التسيرة الأولى. إي ما نحكيوش على سخانة، شوفوه يخدم، شوفوه يخدم ولا يخدم. يخدم ها؟ أهمية الوقاية وتوفير شروط حفظ الصحة باش نتفاداو قد ما نجموا معناها الاشكال نتاع المرض هذايا، وبقدرة الله عندنا عوين متمكنين سورتو باش نركزوا على الكوميونيكاسيون. الكوميونيكاسيون مهمة برشا، وإذا كان فما معناها حالات تستحق أنه باش نستعملوا الردع والمخالفات رانا باش نكونوا موجودين. بلدية تونس فيها 75 عون، يمكن فيها معناها عدد معناها مهم من العوين اللي خلينا نخدموا نهار كامل صباح وعشية وليل. العمل هذايا يومي يعني ملي بدات الشرطه البيئيه يوميا معناها نتواجدوا في عديد المناطق سورتو نعالجوا الشكايات معناها اللي قاعده توصل بلدية تونس، خاطر عدد كبير من المواطنين قاعد يتشكى ونعالجوا في شكايات الكل، نتحاولوا على عين المكان. عرفت وين؟ اعطينا بطاقتك ما تعطلناش يا استاذ. فما ارهاب غذائي كبير ياسر في تونس، اللي تلقى عندك بيريمي موجود، انت طفل صغير يمشي يشري كعبه كيك، مستحيل تسبع انه يغزل الدات. نحن كنا على الاقل قاعدين نعملوا في المراقبه ندوروا، كذلك عندك اللي يجي ينحي من الشجر من حدا داره ويطيش قدام باب داره ويخليهم غاديكا، كيف كيف هذاك لازم الردع مش على الاقل بلاد تولي نظيفه. ومعلومه اللي باش يكون فيها كما نقول لك المجتمع التونسي، راهي بلادك تبدا نظيفه راهي حتى في اقتصاديا راهي تطلع. بصفة خاصة نحن تو في فترة متاع كوفيد، ديما نستناو مرجع نظر القرار المحلي اللي هو قرار يرجع بالنظر لرئيس بلدية في تطبيقه. كذلك عندنا في النظافة العامة، النظافة العامة عندنا كل ما هي حاجة تمس في الإخلال الخارجي، الإخلال في الطريق العمومي، الإخلال اللي يضر المترجل، الإخلال اللي هو أنه من ناحية الامتداد نشاط تجاري، من ناحية وضع حواجز بالطريق العام، من ناحية إلقاء فوازل تجارية وهذه من أهم الحاجات اللي موجودة في الطريق العام، من ناحية اللي الواجهة، من ناحية الصيانة، كل ما هي حاجة تمس صيانة وجمال المدينة مرجع نظر للمحل هذاك. هاكا ديجا هذايا مخلفات نتاع دم، ديجا دم في الكونجيلاسيون. باهي هي واضح، خلي صور له بطاقة تعريف، صور له بطاقة تعريف. احنا نعرفوا ظروف التوانسه توا معناها ماديا الناس كل ربي يعلم حاله، رانا مش غايتنا انه ندخلوا فلوس، قول باش نخطيك بمليون، المليون هذاك تصلح بيه، وفر بيه الشروط، ما تتطلبش حاجه كبيره. يظهر لي انت اذا كان باش تنظف محل والا عندك فواضل باش تطيش، علاش تطيش فيها؟ تصل بالبلديه، تجي البلديه تهزها وتخلص معلوم رمزي
سي با معناها ما نوصلوش للخطايا. ماذا بينا احنا كشرطه بيئيه نوليو ندورو في البلاد ما نلقاوش مخالفات. شفنا طريقه العرض، شفنا طريقه التخزين، شفنا مواد يعني منتهيه الصلاحيه، شفنا يعني كل ما حاجه تمس بالخلال اللي موجود في حظ الصحن. نحن جزأنا جزء لا يتجزأ من جهاز الشرطه البيئيه في الميدان كيفاش قاعد يخدم. مشكورين نجم نقول الاولاد الكل اللي قاعدين يخدموا، يعني بالرغم نقولوا نحن بالنقص تاع التجهيزات، نقص الموارد البشريه، قاعدين نعملوا في اجتهادات ومشكورين الناس كلها.